ككل عرس رياضي كبير يسار على إنجاحه، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجعة يعقد الأخير خلال الأسبوع الجاري اجتماع مع وزير شباب ورياضة طلبي العالمي والمدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، بهدف مناقشة كيفية تسهيل مهمة الجماهير المغربية الراغبة في التنقل إلى مصر لمساندة المنتخب الوطني لكأس أمم إفريقيا. أكشف مصدر خاص لشوف تيفي يومه الثلاثاء أن الاجتماع غادي يتم خلاله تباحث سبل تأمين تنقل الجماهير المغربية إلى عاصمة الفراعنة بهدف دعم ومساندة أبناء رونان في منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. المقترح المشترك لإنجاح المنافسة القارية وحسب ذات المصدر يهدف إلى تخفيض ثمن تذاكر السفر وتحديد قيمتها ما بين 3000 و 3500 درهم ذهبا وإيابا، كما أن الاتفاقية ستهم توفير الراغبين في السفر على تذكرة لمتابعة مباراة الأسود.